أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن رحيل أنتوني بافو نائب الأمين العام للاتحاد وذلك بنهاية الشهر الجاري. وقال كاف في بيانه أن أنتوني بافو نائب الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيغادر الاتحاد القاري نهاية هذا الشهر. وكان بافو الذي شغل منصب نائب الأمين العام منذ 2017 مسؤولا عن كرة القدم والتنمية في الاتحاد الإفريقي. وقال بافو في تصريحات للموقع الرسمي الكاف: كان هذا قرارا اتخذته منذ 3 أشهر لأسباب شخصية. تنتهي الرحلة التي بدأت في نوفمبر 2017 للأسف، مما يفسح المجال لبداية رحلة جديدة. أنا أعتبر نفسي محظوظا لأنني خدمت الاتحاد الإفريقي. صنع أسد التيرانغا نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي الحدث في بلاده، وذلك عندما سجل نجم الريدز زيارة لناديه السابق منذ بداية مشواره الكروي نادي جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك ضمن أو خلال فترة إجازته الصيفية. بات المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد خارج أولمبياد طوكيو وذلك بصفة رسمية، حيث رفض نادي جالاتا سراي التركي مشاركة اللاعب نهائيا مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020. نواصل في أخبار اللاعبين الدوليين، حيث أعلن نادي ريد بول سالسبورغ النمساوي عن إصابة اللاعب الدولي المالي سيكو كويتا بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب على إثرها اللاعب عن الملاعب لمدة 6 أشهر على الأقل. في تنزانيا تمت تسمية أحد الشوارع في منطقة كيبتي كوست على اسم قائد المنتخب التنزاني ومهاجم فريق نادي فنربخش التركي موانا ساماتا على نحو يكشف عن الحب الكبير الذي يحظى به النجم في بلاده. ويواصل ساماتا في مسيرة النجومية التي كان قد بداها بتألق اللافت بقمصان غرباني تيبي مازيمبي.